بعد وقفات متفرقة لأسر المعتقلين والمخفيين، ها هم يجتمعون أمام مبنى إدارة الأمن بمعية فريق الحقوقيين، المكرسين نشاطهم لقضايا تصطدم بغياب المنظومة القضائية وتعدد أجهزة الضبط. اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السجناء المعروف أماكنهم في السجون المعينة، وبعض الأشخاص الآن نحاول البحث عنهم في أماكن مجهولة أو ما يسمى بالمخفيين قسريا. لكل أسرة معتقل قصة فقد، وقد بلغ عددهم في آخر إحصائية 90 معتقلا منهم مخفيين إلى الآن. لا نعرف أين هم، ما هم ميتين، هم أحياء، أهلهم كيف صحتهم ما ندري، ما نعرف نحن وينهم، مش هنعرف إنه عليهم تهمة ولا ما عليهم تهمة. إذا في عليهم تهمة في قضاء، بس نحن من حقنا أن احنا نشوفهم وين أهلنا. الفريق الحقوقي أصدر بيانا لوقفته التي تعتبر الثانية، وبعد لقائهم بعدد من المسؤولين الأمنيين. عدم منح بعض السجناء حقهم في الزيارة ومعرفة دويهم بأماكن تواجدهم والتهم المنسوبة إليهم، واستمرار دمج السجناء بمختلف أعمارهم والتهم المنسوبة لهم سيكون لها آثارا سلبية مستقبلا على المجتمع. ويؤمل من كل هذه الوقفات عودة المنظومة القضائية ليعود الإطمئنان إلى هذه الأسر المفجوعة بأبنائها. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.